السلام عليكم شباب، ازيكم؟ فيكم اخوكم مقطع جديد. مقطع اليوم بيكون فلوق العيد. اول شيء كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه، ولو انها جت متاخره لانه ما ادري متى هذا الفلوق اصلا بينزل، ولكن كل عام وانتم بخير. يلا خليكم مع الفلوق. زي ما انتم شايفين هنا في الادفنشر بارك، يعني تسلق وزي كذا اشياء مره حلوه، ولكن ماني شايف فيه اهتمام فيها، في اشياء مكسوره فيه، لكن والله يعني حلوه يعني، وكمان يعني تنفع للكبار يعني مو بس للصغار. شوف كيف تسلق ومدري ايش، شوف هنا، شوف اللي فوق هنا، شيء جميل ولكن ما في اهتمام. مطار شايفين يا عيال المطار، كنت باخذ قارب من هنا ولكن ما يجرون الحين لانه في مطار. هذا المطار بس كلها رايحه تدور مظله، انا جيت اسوي خبزه طب ام المكان على الثاني اسوي. بيني وبينكم كان نفسي اخذ قارب لانه الفلوق ذاك اللي صورت فيه له وانا اسوق القارب كان تصوير ماشي، كان تصوير بالجوال، فلما نزلته على اللابتوب عشان امنتج فيه المقطع مره جودته بايخه، فاعتقد انتم لاحظتوا هذا الشيء. الحين نفسي اخذ قارب ولكن زي ما انتم شايفين ما في احد يأجر قوارب، ليش؟ لانه المطر نازل فما تقدر، لكن جو عيال مو معقول، المطر خف وفكوا قوارب، احنا اخر عائله بنركب القارب، جو عائله بعدنا قال لهم بكره. الحمد لله صورت بالكاميرا، والله مغبون ملخريبني عيال اني مغبون اول لما صورت بالجوال، والجوده طلعت خايسه في المقطع، والله جاني تأنيب ضمير اقول اشيل اللقطه ولا لا، ولكن الحين احنا في الطابق تدش
والله اني مبسوط الحمد لله. اهم شيء طرحت الفراس، تطرح الفراس تنبسط. شكرا. مش ممكن يا عيال، هذا الضباب. المسجد هناك ترى قدام، المسجد اللي دوب صورته هناك، ولكن مو باين مع الضباب. شوف كيف، شوف كيف. الحين احنا في اليوم الثاني، فالمعلومية بعض الفلوقات احطها يومين، يعني فلوق واحد يكون فيه يومين، لانه ما اشوف انها تستاهل فلوقين. فهذا اليوم الثاني، اليوم اخر يوم في زنقول. ان شاء الله بكره رايحين، بكره ان شاء الله بنرجع لطرابزون. ف نشتاق للمناظر هذه، نشتاق للمدينه الجميله هذه اللي انا صراحه حبيتها، حبيت زنقول صراحه، ودي اعيش هنا، ودي اسكن. بما انه رايحين المنطقه هذه، خلوني اوريكم ايش موجود في ذيك المنطقه. هنا ملاهي ولكن مسكره وزي كذا، وهنا في قعدات. بس يا عيال الجو اليوم غريب، شوف فضاوه. امس وقبله في ناس، اما اليوم مره فضاء وما ادري ايش فيه. الناس رجعت طرابزون عشان تجهز العوده اعتقد. طيب يا شوف هنا كافي جلسات. طيب يا هناك في ملاهي اعتقد، في كم لعبه زي كذا. هنا المسجد، هناك في جوهم عليه فخر الليل، طول اللي فوق جوهم جدا عليه. السالفه بكره بنرجع طرابزون وبالاخبار في سيول فرح. طيب هناك في كشكات يبيعون اكل وافل وزي كذا. هناك في محلات تمشي لما تموت على مدى البصر، في محلات فيا محلات عصيرات وكافيات وزي كذا. طبعا الزنقول في الليل تقلب قلبها بنت كلب، يعني بعض العوائل يرجعون يريحون ويطلعون عينات من شباب وبنات ما تدري من وين. المولعين كلهم يطلعون، المولعين دول الخليج كلهم يطلعون، وعد ما يحتاج ايش اقول لانه معروف ايش يصير. فيا يعني حركاتهم حركات الملحجة ما يبطلونها حتى إذا سافروا، مش ممكن حقيقة. عني عيال والله أحيانا أحب يعني كده أمشي في الليل، أحب الأجواء في الليل، مع إنه المناظر الطبيعية في الليل أبو كلب يعني ما في، ولكن أحيانا أحب الجو. سبون لايا مولايا لحجي. المهم السلام عليكم، احنا اليوم في طرابزون، اليوم التاريخ 7/8/2018، اليوم عندنا مناظر رائعة، انظروا هذا شلال عبق النخيل. نرجع لهذا، السلام عليكم، اليوم منطقة جديدة، اليوم والله في ناس يبغون ينزل فلوقات زي كذا، لا يا حبيبي، لي طريقتي، لي اسلوبي الخاص فيني، حلو يعني غير الناس، في ناس مرشدين سياحيين، لا أنا أنزله في قناتي كفلوق. وبرضه للناس اللي مثلا بتسافر المستقبل تيجي تركيا يستفيدون معلومات اماكن احيانا يعني من هذا. اما تباني مرشد سياحي ولا لا لا معليش. فيا اشتاق لهذا المنظر الرائع. طبعا مو باين شيء عشان الليل، ولكن مشتاق له كثير حقيقه يعني. بس اخوانا انا وصلت الفلوق، اتمنى تضغط زر اللايك والشير في القناه اذا ما كنت مشترك، تشوف المقاطع اللي فاتت وتدعمها وتدعم هذا المقطع وتفعل جرس التنبيهات. اتمنى تدعمون الفلوقات لانه تعبان بشكل غير طبيعي. الاثنين الساعه 3، كل اهلي نايمين الا انا جالس في منتج الفلوق ذا الوقت المتاخر، فاتمنى تدعمون هذه السلسله الله لا يهينكم. تضيفنا على سناب شات وانستغرام، حسابات كلها موجوده تحت، سناب كود عندك في الشاشه. كم معكم زياد، اشوفكم المقطع الجاي، السلام عليكم.